السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. فضيحة أمريكية جديدة عقب استهداف القوات اليمنية لحاملة الطائرات أيزنهاور. وإلى التفاصيل. نشر قائد حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور تشودا هيل أمس الأحد مقطع فيديو من على ظهر حاملة الطائرات الشهيرة أيزنهاور يعود لتاريخ قديم في محاولة نفي استهدافها من قبل القوات اليمنية وأنه لم يصبها أي أذى. ويعود الفيديو الذي نشره قائد أيزنهاور في حسابه على إنستغرام إلى تاريخ 21 مارس الماضي، كما توضح الصور المرفقة في سلسلة تغريداته، أي قبل استهدافها من قبل قوات صنعاء بعدة أشهر. وأثار المقطع الشكوك حول وضع حاملة الطائرات الأمريكية التي أعلنت اليمن استهدافها للمرة الثانية في غضون 24 ساعة، كما أكد رواية القوات المسلحة اليمنية بشأن وضعها. وتناقل ناشطون الفيديو واصفين إياه بأنه فضيحة أمريكية جديدة تؤكد صحة بيانات القوات اليمنية التي أعلنت خلال اليومين الماضيين استهداف حاملة الطائرات. وأعلنت القوات اليمنية منتصف ليل السبت الأحد أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية للمرة الثانية خلال 24 ساعة، ومدمرة أمريكية بالإضافة إلى 4 سفن تجارية خالفت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وتعمد واشنطن إلى إخفاء خسائرها الناتجة عن العمليات اليمنية المناصرة لغزة في البحرين الأحمر والعربي، بالإضافة إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، وتحاول نفي تعرض فخر صناعاتها العسكرية البحرية والجوية للاستهداف والتدمير خشية على سمعتها. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.